اسمي هاني النابلسي، عمري 35 سنة، متجوز وعندي 3 بنات وولدين، من قرية نافعة حوض اليرموك خاضع لتنظيم داعش. كنت عايش بخير والحمد لله، كان عندي محل ألبان وأجبان، فاتح محل ألبان وأجبان وأشتغل فيه، وكان عندي قطعة أرض أزرعها فول أزرعها، وكانت عندي أمانات مزروعات، وكنا نشتغل وأمورنا بخير والحمد لله. كان عندي سيارة أشتغل عليها طلبات وأشتغل أروح وآجي، وما حد يقول لك وين رايح وين جاي. الله يصلحنا ويهدينا. تنظيم داعش هدنا هد، أخذ بضاعتنا كلها، غيرت حياتنا خيرات الله. صاروا يجوا عليك على الدار، إذا بيشوفوا عندك مثلا أرقيلة يكسروها، يغضوك يجلدوك 80 جلدة، إذا شافوك مطول البنطلون يغضوك يجلدوك 60 جلدة أو يحطوك بالقفص. صار يقولوا لك إنه أرخي الدقن، ممنوع تحلق دقنك، ممنوع تحلق شعرك، ممنوع تدخن، ممنوع تمشي مع أختك تكون إلا ما تكون مفيمة، أو مرتك، أو تطلع مرتك من البيت إلا ما يكون معاها محرم. صار يفرض علينا رسوم للمحل كل شهر 3000 ليرة زكاة المحل، هو المحل ما كانش يطلع 3000 ليرة بالشهر. والله يا ابن الحلال كنت رايح أجيب بضاعة للمحل من تسيل، اشتريت البضاعة وحطيتها بالسيارة وقلت يا رب، توكلت على الله على نافعة. فتت على محل بدي أشتري بطاقة، تجيني رسالة من أحد الأصدقاء إنه بدهم إياك جماعة التنظيم داعش، داهموا على المحل وبدهم إياك، وصار يقولوا لك وين الكافر وين المرتد، أي لعاش تيجي. ظلت عاد بتسيل فترة طويلة، والله ظلت تقريبا شي شهر ونص بتسيل، بالأخير أخذوا المحل كولياتو، أمني ما رجعتش على القرية. ظلت أحسب حساب تني أطلعت عيالي من جوا، أنه خفت أنهم يداهموا الدار ويأخذوا العيال ويأخذوا الأولاد ويعملوا لهم شغلة حتى يسلم حاله أبوهم، والحمد لله كانوا برا يعني بساعة إجوا وراي. كان في عندي بضاعة، يعني المحل شو بده يكون، ألبان وأجبان ومصنع، أخذوه كله يعني ما خلوش عندي إشي. وبالنسبة للرمان والأرضيات صاروا يزرعوهن ويضمنوهن، حتى الرمان السنة هاي كمان الرمان مضمنينه ب35,000. بالنسبة للدار، الدار أخذوها، كل شيء بروح إلا الأرض والدور ما بتروحش، ولكن أخذوها وصاروا يحطوا منها من عناصر داعش. بنصح كل واحد مع الدولة أو مع الزمن يفكر بينضم للدولة تنظيم داعش، بنصحه نصيحة أخوية إنه لا يقرب عليهم، لأنهم هذول ما عندهمش دين، وبعطوك الأمان وبطلع الأمان تبعهم القصاص. بتمنى انه نخلص من داعش ونرجع على بلادنا وترجع الامور مثل اول واحسن من اول، لانه ما بيخافوش من الله، ما لهمش امان.